صحه في حقي انت راه مشي عند الدراري هذا استقاله واحد قال لي كنخلي دار بوك كتقول له انت لا غير قطع عليا راسي علاش هذا حقي عطى لي الشعب يعني كيفاش انا ما تنازلش على حقي الدستوري ولا القانوني ولا حقي في تمثيل هذا الشعب الابي الذي تشجع واعطاني صوته وانا سأمت من اجل ان ادافع عن صوته فكان لا استقاله ولا محتنون كاين بعض المنابر مخدومه واستقني ما تستقني بغاو يسهلوا الخدمه على هذوك اللي كي المهم شكرا. اننا حتى حنا نزيدوا في لا سوبرسيون نزيدوا في الهدوء خاصنا نمشيو للاساس بالفعل كاين احزاب فاسده وانتم شفتوها كاين احزاب كاين شرفاء في هذا البلد حنايا هذه المعركه هذه ديالنا سنخوضها مع الشرفاء ديال هذا الوطن اينما وجد هذه هي معركه ديال الشرفاء معركه كتطلب واحد شويه ديال الشجاعه واحد شويه ديال النفس الطويل حنا سنخوضها مع هاد الناس والمناسبه كنحييو يعني الاحزاب اللي تضامنوا معنا في هذا الاقصاء ديالنا اللي هو بدون سند شرعي ولا قانوني من هذا المساله الثانيه اللي شارك فيها نجات هي اساسيه وحنا اليوم في الذكرى ديال الطحن ديال محسن فكري رحمه الله ولينا كنخافوا حتى نهضروا على هذه المواضيع هذه يعني اشكال هذا الشيء ولينا فيه وفي الوقت اللي حنا كنا كنتظروا بان الحكومه الجديده ستاتي من فراج وب يعني اطلاق سراح المعتقل السياسيين والصحفيين ورفع تضييق على المدونين والمثقفين وانها يعني تراعي الغلاء ديال المعيشه على الغربه لانه الدائره ديال الفقر تسعات وان البطاله تسعات وانها تراعي هذه المقاولات اللي اليوم كتعاني ماشي تزيد عليها في الضرائب لقيناها كتدفع فينا واحد السياسه ديال التقشف واللي كيبقى تغير وما توصلنا للحاله ديال 1981 وانتفاضه الشعبيه ما بغيناهاش ما بغيناش حنا عاوتاني شهداء حنا قدمنا ما يكفي من التضحيات باش نقدروا نطمحوا اليوم في العيش الكريم وفي الهناء في بلادنا وفي التوزيع العادل للثروات فيما بيننا عوض الاحتكار ديال التربه وراس المال في ايادي قليله اليوم مع هذا الزواج المال والسلطه نخشى اكثر فاكثر على هذا غياب تام لهذا التوزيع العادل وما يتطلبه من اصلاحات ماشي فقط سياسيه دستوريه ولكن ايضا ديال الضرائب اللي خاص ضرائب اللي خاصها تصلح بالتوزيع العادل يعني ضريبه غوديستريبيتيف ولكن ماشي ضريبه كضرب غير في جيوب الموظفين وكتفادى ضرائب على التواطئه. المساله الثالثه فيما يخص المنع ديالي من البرلمان. انا سبق وقلت شحال مره انه يعني مزيان حنا بعدا في هذه المعركه ديالنا تلقنا نقاش دستوري وسياسي وقانوني يعني كنساهموا به بشكل بيداغوجي مع المغاربه باش يفهموا ما يجري لان المغاربه ناس طيبين نيتهم حسنه وباغيين بلادهم تقدم وتظهر وباغيين الامن والسلم. اليوم المنع ديال البرلمانيه انا كنتفاجئ بان المغاربه فهموا 5 سور 5 كيقول لك هذه ممثله ديال الشعب كيف يعقل انكم تمنعوها واخا تكون معارضه كيف ما كان الحال عندكم اغلبيه مطلقه ماذا تخشون يعني ماذا تخشون هذا يعني واحد التضامن الذي اعتز به وافتخر به واللي كيبين بان الشعب المغربي الوعي ديالو غادي وكيتدرى وكيفهم بانه راه البرلماني ماشي تيدخل الحصانه باش يشفر الحصانه خاصها اولا تطبق باش يمكن يوصل الصوت ديال الشعب اللي صوت عليه يوصلو لداخل القبه ديال البرلمان ولهذا يعني حنا اش غادي نديرو البارح يعني نزلنا رساله كحزب شراكي واحد السيد رئيس المجلس ديال البرلمان موجدين رساله لرئيس الحكومه الفروق البرلمانيه البرلمانات الاوروبيه والعربيه والعالم كله غادي نرسلو باش يتساءل لانه على كنا كنتكلموا على انتكاسه ديال الديمقراطيه العالميه نقول لهم اجيو تشوفوا عندنا حنايا الامور كيفاش دايره ولكن اعطينا الفرصه حنا صيفطنا البارح غير رساله واحده السيد رئيس مجلس النواب باش يطلع عليها التفاصيل ديالها وكي تكون له الشجاعه كي يعدل عن خرق القانون لانه هو مسؤول القانون يعني الداخلي ديال البرلمان على يعني الحقوق ديال البرلمانيات والبرلمانيين باش يدخلوا للقبه باش يعبروا بالمناسبه انا بغيت نقول لكم انه ذاك الاسئله الشفويه كيفاش كنعبروا كيفاش كندخلوا الاسئله الشفويه ديال نهار الاثنين كانت برمجه 8 ديال الاحزاب 8 الفروع الاخرين ما يدويش حتى انا ما كنتش غنتكلم ما يعطونيش الكلمة اش كيبقى كتبقى الاسئله الكتابيه حنا راه حنا بدينا فيها واحد العدد الاسئله بخصوص الاساتذه اللي سلخوهم بخصوص المواطنات اللي سلخوهم بخصوص الجواز حنا غادي ثم انه هذا السنه
باش يخدمنا نتبعوا من بعيد بيدما مع هاد القوى الفاعلة وهاد الشرفاء اللي جروا على المستعمر الفرنسي يجروا لنا على جواز اللي طاح وندخلوا. أنا لن أتسامح في حقي. أنت ماشي عبد الدراري هذا استقالة واحد قال لي كنخلي دارو كتقول له أنت لا غيقطع عليا راسي علاش؟ هذا حقي وعطاه لي الشعب. يعني كيفاش انا ما تتنازلش على حقي الدستوري ولا القانوني ولا حقي في تمثيل هذا الشعب لابي الذي تشجع واعطاني صوته وانا ساموت من اجل ان ادافع عن صوته. فكان لا استقاله ولا محزنون. كاين بعض المنابر مخدومه واستقلي ما تستقلي بغاو يسهلوا خدمه على هذوك اللي كي. المهم شكرا. هذا التواصل بالفعل الحزب الشراكي الموحد يعارض قرار جواز التلقيح. اولا لان مساله التلقيح ضد جائحه كورونا لا زالت تعتبر تجريبيه. ففي البدايه كان الكلام عن الجرعه جرعه واحده ثم تكلموا عن جرعه ثانيه وراينا بان الناس الذين تلقوا الجرعه الاولى والثانيه لا زالوا معرضين لان يصابوا بالمرض وهم كذلك قادرين على ان يحملوا هذا المرض الى الاخرين. إذا لم تقع هناك مناعة بالنسبة لهؤلاء الناس. ثم أن الجرعة الثالثة لن يكون عليها إقبال كبير من قبل المغاربة ونظن بأن فرض جواز التلقيح هو بشكل ملتوي محاولة لفرض التلقيح الذي لا زال اختياريا ومحاولة لفرض الجرعة الثالثة. أقول بأن هذه الدولة نفسها يجب أن تحترم الدستور والمؤسسات الدستورية وأن توفر المعلومة بالنسبة للمواطنات والمواطنين لكي تطمئنهم. نحن نعرف بأن هناك حالات وفيات، حالات تعرضت لأعراض يعني خطيرة جدا ونحن نريد المعلومة الكاملة حول مسألة التلقيح التي معروف بأنها لا زالت تجريبية. وهذه الجمعة الثالثة طبقت وموجهة للأناس الذين يعانون من ضعف في المناعة. أولا هذه الحكومة وشكرا لكم على هذا السؤال لم تعطي أي مهلة ولم تفتح نقاشا داخل البرلمان، فهي اتخذت هذا القرار بشكل أحادي في الوقت الذي كنا نقول هذه الحكومة جديدة وتريد أن تفتح أوراشا، فهي اليوم تهدد الناس في شغلهم وفي كلياتهم حيث أنه العديد من الطلبة لم يستطيعوا الخروج إلى المدرجات والعديد من الناس لم يستطيعوا الخروج إلى المؤسسات الإدارية. وكل هذا يعبر عن ارتجال وعن محاولة ملتوية لفرض التلقيح. ونحن نعرف أن قوانين الدولية كلها تجمع لأنه لا يمكن فرض التلقيح على الناس، هذا اختيار ويعني يجب أن يتحمل فيه الفرد مسؤوليته الذاتية ولا أن يجبر على ذلك تحت طائلة التخويف والترهيب وما إلى غير ذلك. ولهذا التجأنا كحزب إلى المحكمة الإدارية من أجل إسقاط